ما الحكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركه فلان او بركه القران؟ اذا كان لفلان في السبب او يمكن ان يكون له في السبب ما في باس. اللهم يسر امري ببركه فلان، اللهم اقض ديني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان باسباب فلان، ما يضر. اما شيء ما لك تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغفرني ببركة القرآن أو بعلمي بالقرآن أو بالتلاوات للقرآن أو بحفظ للقرآن، القرآن كلام الله ما يضر، لأنه توسل بصفات الله.